بيسان ما أكلت شي بنو؟ عم يحممه الصغير. لميس خانم كتير عم تساعدها، عم يحمموه مع بعض. لميس خانم كتير متعلقة بالولاد وبتحب تهتم فيهم، كتير بتحبهم كتير. بركي بهالطريقة بتقدر تعوض عن طفولتها. لما قعدنا وحكينا أنا وهي قالت لي قديش تعذبت لما كانت صغيرة. رح يصير الظهر ولسه مهند ما فاق، ما هي؟ أوه مهند فاق قبلكم كلياتكم، راح يركب على الحصان. ده يدخل مسابقة على السنة الجديدة. ليش عم تطلع الساعة؟ أنا تأخرت كتير، لازم روح شركة بالأول. رجاءً ما حدا بيقوم، وإن شاء الله ما بتأخر. بكرة المساء بكون هون، بخاطركن. نهاد، مع السلامة، بحكي معكم بكرة الظهر وباخذ نتائج الاجتماع. ماشي حبيبتي. جاي معك. شو قلت أنا؟ رجاءً لا تعذبها لعمتك، دير بالك. أصلا أنا تعبان وما لي حل بنوب. شكرا على كل شيء يا أختي. شو هالحكي؟ الله معك. شكرا، سلموا لي على بيسان. كل شيء جاهز. ثيابك حطيتهم بالشنطة. يستموا إيديكي. بس توصل حاكيني. طبعا. راح نقضي أول يوم بالسنة بعد عن بعض. بنطالع الفرق، لا تخافي. بحبك. سمر حبيبتي، بردت قهوتك ما بدك تشربيها؟ لا ما رح اشربها، بدي اتمشى شوي. مثل ما بدك حبيبتي. كلياتن عند البيبي. الهيئة الولد كتير رح يتدلع. صغير كتير لسه ما بيفهم. طيب أنا رح روح اتمشى شوي. رح ناديلها لكاتيا مشان ترافيك. تعبانة معدتها من مبارح. أنا رح امشي على مهلي، لا تخافي. وبغير جو كمان. البسي منيح، الجو بارد. يلا بخاطرك. تعالي لا تخافي، ما رح سوي لك شي، أنا بحبك. خدي. بخاطرك.
مرحبا. مرحبا. تعالي. برافو عليك. عم يسافر؟ ايه. ليش هيك عم تتصرف معي؟ شلون عم بتصرف؟ عم تهرب وحتى ما عم تطلع بوشي، عم تخاف تحكي معي. ليش؟ ما بعرف، هيك عم ساوي؟ عدنان يلي لازم يخجل مو نحنا. أساساً هو خجلان وما لازم نكبر القصة أكتر من هيك. ليش خبيتي علي يا سمر؟ أنا حكيت كنت رح كبها. ما بستحق اللي صار بنوم. ما عم صدق إني انحطيت بهيك موقف. أنت ولا أنا؟ شو عم بيصير لك؟ ليش عم تتصرف وكأنه الحق علي؟ طبعاً الحق عليكي. كل هدول شغلات فاضية. إيه شغلات فاضية. مالي حابب هيك يصير مرة تانية، وما بدي ضايق عمي كمان. خلينا نبعد عن بعض يا سمر. بس نحن عايشين ببيت واحد مهند. ايه بس خلينا نكون بعاد. Mm-hmm.